السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة، هنتكلم فيه بالتأكيد على الوضع والأحداث اللي دايرة في الشارع المصري. هبدأ بالتأكيد بالنسبة لعناوين وأهم الأخبار بالنسبة للشارع الأهلاوي. مهلة محمد الشناوي للعرض السعودي خلصت، عرض رسمي سعودي لعلي معلول، رد فعل كابتن محمود الخطيب على تصريحات أحمد حسام ميدو لإفساد صفقة رضا سليم. النهارده انطلاق البطوله العربيه وتحكيم مصري من الحكم الدولي محمود البنا في مباراه الوداد طبعا والنادي السد القطري، وخطه بيراميدز لخطف نجم الزمالك اشرف بن شرقي، وجلسه رشيد بن شرقي مع المدير التنفيذي للتعاقدات كابتن امير توفيق. تعالى نبدا ونتكلم ونقول بالنسبه للنادي الاهلي، مارسيل كولر 15 لاعب اللي كانوا رايحين من مباراه المصري خلاص من بكره هيكونوا في التمرينه الاساسيه، لان عندهم مباراه صعبه جدا جدا مع الداخليه في دور 16 في بطوله كاس مصر. فالراجل خلاص من بكره هيبدا تمرينات جماعيه لكل، او تدريبات جماعيه لكل التيم او للفول باور تيم او للسكواد كامل. فبكره ان شاء الله في تمرينه في ملعب التتش الساعه 5 مساء. عايز اتكلم كمان حاجة مهمة جدا جدا يا جماعة، أفضل صفقة عملها النادي الأهلي في آخر 7 8 سنين هو مارسيل كولر، لأنه مدرب مميز، مدرب عنده حكمة في طريقة إدارته للمباريات، مدرب متميز جدا، مدرب من المدربين اللي عندها هدوء، عندها رد فعل بسيط جدا جدا، وبيقدر ينقل البلان والخطة بتاعته لكل اللعيبة بشكل متميز جدا جدا جدا. ده بالنسبة لمارسيل كولر. تعالى نخش على بن شرقي عشان نلخص القصة دي كلها. أشرف بن شرقي وكيله رشيد بن شرقي اللي هو اخوه تواصل مع امير توفيق. امير توفيق بالنسبه للاداره الفنيه بالنسبه لمارسيل كولر حاليا مش محتاج اشرف بن شرقي، لان جاب خلاص رضا سليم، رضا سليم افوق، رضا سليم اجهز، رضا سليم ارقامه افضل، رضا سليم اصغر، رضا سليم متشبع بان هو لعيب كبير وجاي من بطوله كبيره زي بطوله الدوري المغربي. اشرف بن شرقي الموسم اللي فات كان موسم سيء بكل الحالات، موسم من وجهه نظري يعني موسم سيء، ما جابش غير 4 مباريات، ما جابش غير 4 اهداف، وصرعش غير هدف واحد. فاشرف بن شرقي السنه اللي فاتت كان موسم سيء بالنسبه له، وبدليل ان نادي طبعا بدليل ان نادي طبعا الجزيره الاماراتي فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي. ده بالنسبه لاشرف بن شرقي. النادي الاهلي من الاخر عرض عليه من 800,000 لمليون دولار، من الاخر ده عرض للتطفيش. النادي الاهلي مش محتاج خدمات اشرف بن شرقي، فاشرف بن شرقي مش هيجي النادي الاهلي. نخش على علي معلول. علي معلول يا جماعه بياخد في النادي الاهلي 1,500,000 دولار، هو اكتر لاعب في افريقيا بياخد فلوس. جاء له عرض من نادي سعودي في منتصف الجدول، ونادي مميز ونادي كبير، وماسكه مدرب كبير جدا، مدرب انجليزي كبير، انت اكيد عرفته، النادي جايب لعيبه جامده جدا من الدوري الانجليزي، هو مدرب هايل، مدرب متميز جدا جدا جدا، وجايب عرض لعلي معلول. طبعا احنا عرفنا هو مين، النادي السعودي، ونادي الاتفاق للسعودي ب 3.5 او 4 مليون يورو. رقم كويس جدا. علي معلول 34 سنه، قدم 7 سنين مميزه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، اخذ كل البطولات. لعيب لعب بكل اخلاص، لعيب كبير، لعيب متميز جدا، وهو نقطة تحول دايما الفرقة خاصة في الجانب الهجومي، ولعيب مميز جدا، لعيب بيلعب بكل إخلاص، لعيب أنا شايفه من اللعيبة اللي عملت بصمة كبيرة جدا في النادي الأهلي أو داخل النادي الأهلي، فجاي له فعلا عرض رسمي. وبالنسبة لنادي الاتفاق السعودي لسه خلص مع كابتن نادي ليفربول طبعا هندرسون، هو مدرب يعني مميز جدا، جيرارد مختار لعيبة كبيرة جدا 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 من الدوري الإنجليزي. يعني هندرسون بعد 12 سنة في نادي ليفربول خلاص، يعني ستيفن جيرارد بيتعاقد معاه رسميا في نادي الاتفاق السعودي. فعلي معلول جاي له عرض رسمي من نادي الاتفاق السعودي من 3.5 ل 4 مليون يورو، ده رقم كبير جدا في لاعب عنده 34 سنه. النادي الاهلي موافق بنسبه 100%. عايز اتكلم كمان بالنسبه لمارسيل كولر. مارسيل كولر خلاص القيد هيفتح النهارده، يعني اتكلم مع اداره النادي الاهلي وقال لك ضروره ان يؤيد اللاعب المميز جدا صلاح محسن، لان صلاح محسن هو محتاجه جدا فنيا. ناس كتير طلعت وقالت امام عاشور، امام عاشور اللي هيلعب المباراه لا المصري ولا
الداخليه. ليه؟ لان القائمه الثانيه هتفتح خلاص يعني يوم 6 او 7 اغسطس، فهيكون المباريتين اتلعبوا بشكل رسمي. فاللي انا عايز اقوله ان صلاح محسن هو اكتر واحد مارسيل كولر محتاجه الفتره القادمه، ومحتاج يأيده عشان يلحق مباراه المصري ومباراه الداخليه. ده بالنسبه لصلاح محسن، ده بالنسبه لعلي معلول. بالنسبه كمان لحاجه مهمه جدا، وهو محاوله خطف بيراميدز لنجم نادي الزمالك. اللي انت بتقوله ده اللي انا بقوله، ان محمد صبحي الحارس الاساسي لنادي الزمالك اللي هو بيلعب اساسي على محمد عواد، محمد صبحي حارس كبير كان بيلعب في منتخب مصر وفي فاركو، بيلعب منتخب مصر وفي نادي الزمالك، فهو لعيب مميز وحارس مرمى، هو المستقبل، هو اللي جاي ولسه عنده 23 24 سنه. القصه في ايه؟ القصه ان نادي الزمالك بيحاول يبحث لعرض لمحمد عواد. طب ليه محمد عواد ما يلعبش اساسي؟ ثانيا، محمد عواد بياخد 16 مليون جنيه في الموسم، وده رقم كبير جدا. طب محمد صبحي بياخد كام؟ بياخد مليون جنيه في الموسم او 2 مليون جنيه في الموسم. النادي الزمالك كان جايب بتروجيت ناشئ، فكان عقده لسه ما اتعدلش، فامير مرتضى منصور قعد معاه حاول يوصل عقده ل 7 مليون جنيه، اللاعب رفض تماما، واتكلم مع نادي الزمالك ان عقده مش هيقل عن 16 مليون جنيه يتساوى محمد عواد. طب لو ما جددش عقده هينتهي في يناير، عقده هينتهي من الموسم القادم، بس ممكن يمضي لاي نادي في يناير. طب هيمضي لمين؟ لبيراميدز. بيراميدز اتواصل مع اللاعب، لان بيراميدز ما عندوش غير احمد الشناوي كحارس اساسي، الحارس البديل شريف اكرامي، ولسه النادي ما جددش معاه، وشريف اكرامي خلاص تم 40 سنه. فاحتماليه شريف اكرامي يبقى في جهاز فني النادي بيراميدز، او يبقى ماسك في قطاع ناشئين في نادي بيراميدز، او يبقى ماسك منصب اداري في نادي بيراميدز، فبنسبه كبيره اكرامي مش هيبقى الموسم القادم مع نادي بيراميدز. فنادي بيراميدز زغل العين محمد صبحي بايه؟ بالفلوس. عرض عليه 20 مليون جنيه في الموسم. احنا عارفين الشناوي بياخد 2 مليون دولار في الموسم، يعني 80 مليون جنيه. لما يروح يبقى هو الاحتياطي بتاع الشناوي، الشناوي النهارده عنده 31 32 لسه بدري عليه. بس صبحي لعيب مميز، الشناوي اصاباته كتير، الشناوي غلطاته كتير، فممكن صبحي هو اللي يكمل كاساسي في نادي بيراميدز فيما بعد. فالعرض مزغل للاعب. فنادي بيراميدز بنسبه 90% هيخطف نجم الزمالك وهياخده الموسم القادم يلعب في نادي بيراميدز بنسبه 90%، لان معروض عليه 20 مليون جنيه، فواحد بياخد مليون جنيه ولا 20 مليون جنيه. صبحي لو اخذ 16 في الزمالك هيكمل في الزمالك، لان الزمالك كجماهيريه كشعبيه كوضع ككل حاجه افضل بكتير من اي نادي كشركه او كنادي استثمار. ده اللي انا عايز اقوله بالنسبه لقصه محمد صبحي. ان شاء الله باذن الله بالليل جايب لك صفقه انجوليه جامده جدا جدا جدا، وعايز اذكرك ان بواتنج اللاعب الغاني لاعب نادي ريو افي بنسبه 60 او 70% قرب جدا من النادي الاهلي، وجايب لك صفقه مميزه جدا، صفقه مميزه جدا انجوليه، احكي لك على تفاصيلها بالليل باذن الله في فيديو بالليل ان شاء الله في كل حاجه. وبنسبه كبيره احتمال يلعب في النادي الاهلي، هو لعيب كبير ولعيب مميز. ومن ترشيح مين بقى؟ جيلبرتو. من ترشيح جيلبرتو نجم النادي الاهلي السابق اللاعب المميز الانجولي. ده كان فيديو النهارده، لو عجبك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس يوصلك كل جديد. انا محمد يونس، دمتم في امان الله.